عندي سؤال يا شيخ على جماعة التبليغ يعني وحركتهم في المجتمع. وش من جماعة التبليغ؟ هذا اللي يطرق عليهم الأخوان يا شيخ. وش من الأخوان؟ هذا يا شيخ والله ما أدري شو أشرح لك، لكن أنا أشرح لي عشان أجيب عليك. هذا يا شيخ يعني عندهم مثل الخروج، يمشون بين الناس يعني يدعون لله، وعندهم حاجة يعني مثل سنة رسول الله. سنة رسول الله، بس يا شيخ مثل عندهم الخروج يعني مثل في الشهر 3 أيام يطلعون مثل المدينة الثانية، يجتمعون مع ناس يعني زي ما تقول مثلهم يحيون سنن يا شيخ، فعارض عليهم ناس يقول هذه بدعة، منين جبتوا نظرية الخروج هذا؟ هذه ما وردت عن الرسول، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. جمع. يعني يقول هذه بدعة، كيف أنت يعني جبتوها من عندك؟ وفي ناس يعني مؤيدين لهم وناس معارضين، وهذا شيخ يعني ما هم موجودين في منطقة. قالوا ناس متوقفين عشان تقول. وناس طرفان وسط. إيه شيخ. وهم يعني في كل منطقة ونشطين يا شيخ، ويمكن اللي التزم على يدينهم ناس كثيرين يا شيخ. نعم. ومثل عندهم يا شيخ مثل العصر يعني يجتمعون ويشكلون مجموعة، أنت مجموعة زيارة للمنطقة الفلانية، وأنت عندكم مجموعة زيارة للمنطقة الفلانية، ترتيب يعني. ترتيب يا شيخ. يروحون يعني يزورون. أما المشي لدعوة الناس فهذا نبيك صلى الله عليه وسلم كان في أيام موسم الحج يدور على الناس في منازلهم ويدعوه، هذه واحدة. وهاجر إلى المدينة للدعوة، لأن مكة كما هو معروف آذاه أهلها ومنعوه من الدعوة، فأمر بالهجرة إلى المدينة لتتم الدعوة. إذن هذه ما فيها شيء، اصبر يا رجال، ناخذ شوي شوي، انت اعطيتني اياها شوي شوي، هذه السير في الدعوة. واما ترتيبها بثلاثة ايام او باربعين يوم او بستة اشهر او ما اشبه ذلك، فهم يقولون نحن لا نقول ان هذه سنة، نقول هذه ترتيب وسيلة لاستقامة الدعوة، والوسائل ما لها حصر. ألسنا الآن نخطب بالميكروفون؟ أجب. طيب هل الرسول خطب بالميكروفون؟ ما هو موجود، ما هو موجود الميكروفون أصلا، لكن ما قال لا تخطبوا بوسيلة. وإذا كان الرسول لا يعلم أنه سيكون ميكروفون فالرب عز وجل يعلم. فالوسائل وسائل العبادات ليست مقصودة لذاتها إنما هي لغيرها. فهم يقولون نحن نقول أخرج 3 أيام من أجل أن يبتعد عن الدنيا ولذاتها، ونريد أن نركز على أن نشغل وقته بالذكر والتسبيح وقراءة القرآن وما أشبه ذلك. وأما ترتيب اتجاه كل يذهب إلى جهة فهذا أيضا لا بأس به، لأن كونهم يجتمعون كلهم بجهة واحدة أو كونهم يتفرقون أيهما أولى؟ عجيب يا جماعة، كونهم يتفرقون أولى لأنه أوسع انتشارا، ولأنهم إذا اجتمعوا جميعا وهم مثلا 40 رجلا أو 50 رجلا لن يتكلم إلا واحد أو اثنان أو خمسة، فتوزيعهم على الجهات ما ليس في بأس. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يرسل أحد إلى اليمن وأحد إلى جهات أخرى لدعوة الناس، فهمت؟ إذا ما فيها بأس. إذا رجعنا إلى التأثير فاعتقادي أنه لم يؤثر أحد من أي جهة أو من أي حزب أو من أي طائفة مثل تأثيره، لهم تأثير عجيب. كم من ضال اهتدى على أيديه، وكم من فاسق اعتدل، بل ومن كم من كافر أسلم. إنه يقال إنهم تهبط الطائرة في مطار موسكو بلد الإلحاد، ثم يؤذن المؤذن ويقيمون الصلاة جماعة أمام الناس،
من يقدر على هذا؟ ويحجب الله عنهم السوء.